السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: طريق التنمية، أهدافه الحقيقية ومن المستفيد منه. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي كاظم ياور، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة للمشاركة وإبداء آرائكم أو للإجابة على التساؤلات التي نطرحها والأسئلة التي نطرحها في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام. نتحدث اليوم عن مشروع الربط السككي مع إيران، وكيف دخلت إيران بكل قوتها على خط مشروع طريق التنمية المزمع إنشاؤه بين العراق وتركيا من أجل الربط البري والسككي بين تركيا وأوروبا والعراق والخليج. واليوم مشاهدينا الكرام سنقف عند النقاط المهمة بشأن هذا الملف، ولماذا سعت إيران جاهدة إلى الربط السككي مع العراق، وهل سيستفيد العراق من مشروع طريق التنمية فيما لو تحقق ما تصبو إليه إيران، وما هو مستقبل مشروع ميناء الفاو. مشاهدينا شاركونا للإجابة على هذه الأسئلة التي طرحناها والتي سنتحدث فيها أيضا وسنناقش ضيفنا بعد قليل بشأنها. طبعا كما تعلمون هناك مشروع اسمه مشروع ميناء الفاو، وضع حجر الأساس له قبل 13 سنة في زمن تحديدا في زمن حكومة نور المالكي. من ذلك الوقت إلى اليوم 13 سنة بالتحديد، ولغاية الآن هذا المشروع لم يبصر النور. أسباب كثيرة تتعلق بالفساد، التلكؤ، المماطلة، كثير من الأسباب التي دعت إلى تلكؤ وتوقف هذا المشروع لغاية الآن. طيب، محمد الشيع السوداني قبل قدومه إلى السلطة وتبوئه منصب رئيس الحكومة كان قد خرج في كذا لقاء في القنوات الفضائية وحذر من خطورة الربط السككي مع دول الجوار، مع إيران بالتحديد، لما له من تأثير كبير على مشروع ميناء الفاو وضرر كبير أيضا على الاقتصاد العراقي. خلونا نشوف جانب من حديث سابق لمحمد الشيع السوداني قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، ماذا قال عن مشروع الربط السككي، لنشاهد. أي ربط سككي مع أي دولة من دول الجوار يمثل تفريط في كل موانئ العراق وليس ميناء الفاو، ما يخدم المصلحة الوطنية الاقتصادية للعراق. أي ربط سككي مع أي دولة من دول الجوار، نعم، هذا تفريط، نعم، بأهم ورقة يمتلكها العراق بحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز. يعني استمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذا الحديث، مدى الخطورة في اللغة التي استخدمها، الجدية، التحذير الشديد من تبعات الربط السككي مع دول الجوار. هل اكتفى بهذا اللقاء؟ بالطبع لا، هو خرج في لقاء آخر وحذر أيضا بشكل ربما أشد وبشكل يعني أقسى أيضا من التحذير السابق، لعل وعسى هذه التحذيرات كانت لتصل إلى المسؤولين في وقتها، وأيضا لكي تنذر العراقيين بخطر شديد إن في حال لو تم الربط السككي مع إيران. خلونا نشوف لقاء سابق لمحمد الشيع السوداني، ماذا قال فيه عن مشروع الربط السككي مع إيران. دول الجوار أقول لك لا، مصلحتي
ما ما يعني ما اقدر اضمنها. تعطل موانئي وتعطل الدنيا، تنتهي الموانئ. اي وبعد ما عندي فرص العمل اللي احلم بها بالداخل. فشوف احنا احنا للاسف البعض في مصادر القرار يريد يروح يربط سككيا مع دول الجوار ويعوف هذا 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 المسار وهذا السيناريو. لغاية الآن محمد الشاعر السوداني كان يتحدث بطريقة وبلهجة وبخطاب يتماشى مع حاجة العراق الاقتصادية لميناء الفاو، تمام؟ خلونا نشوف هذه اللقطة، هنشوفها الآن مشاهدينا الكرام. في هذه اللقطة وفي هذه الصورة يضع رئيس الوزراء الحالي محمد الشاعر السوداني الذي حذر من خطورة المضي بالربط السككي مع إيران، يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران، وبهذا ينسف كل التصريحات السابقة له فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي على العراق، التأثير على مشروع ميناء الفاو الكبير، ومدى الخطر الذي قد يلحق بالاقتصاد العراقي فيما لو تم هذا الربط السككي. هو بنفسه يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران. ونرحب الآن بالسيد كاظم ياور الكاتب والباحث السياسي معنا عبر سكايب. حياكم الله أستاذ كاظم. حياكم الله، أهلا وسهلا. تفسيرك لهذا التناقض؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. طبعا السياسات عندما يكون الإنسان نائبا أو سياسيا أو رئيس حزب، وعندما يتبوأ يعني منصب رئاسة الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان، هذه الحيثيات أكيد تختلف عن إنسان شخص عادي أو سياسي اعتيادي أو برلماني إلى آخره. فأكيد رئيس الوزراء الحالي الشياع السوداني عندما كان نائبا أو وزيرا كان لديه وجهات نظر وسياسات تختلف عما عليه حكم موقعه اليوم كرئيس الوزراء. حكم موقع رئيس الوزراء الكل يعلم في العراق يخضع إلى سياسات وأجندات دولية، يعني عندما يتبوأ أي شخصية هذا المكان أكيد سوف يأخذ بنظر اعتبار كثيرا مصالح دول لديها مع كتل سياسية معينة أجندات وسياسات وعلاقات تاريخية ويومية إذا صح التعبير. فهذه الأجندات وهذه السياسات تفرض على هذا الموقع سواء كان سيد محمد الشيعة السوداني أو أستاذ كاظم. إحنا لو كنا نتحدث عن خطابات دبلوماسية أو شعارات كانت تلقى في المحطات التلفزيونية موجهة ضد دولة معينة أو كذا، قلنا يعني ممكن نقول أنه فيما بعد تغير الموقف، والدبلوماسية والسياسة تتطلب تغيير أحيانا بعض المواقف في سبيل يعني مضي العلاقات بشكل إيجابي. لكن احنا نتكلم عن قضية اقتصادية لها تأثيرات ولها أبعاد ولها ضرر كبير يقع على الاقتصاد العراقي. يعني عملية تغيير الموقف وتناقض التصريحات، وشفناه يعني هو بنفسه وضع حجر الأساس، نسف كل التحذيرات المتعلقة بالتأثير الاقتصادي. طيب يعني ألا يعي حجم الخطورة فعليا؟ هل كانت التصريحات إعلامية؟ نعم، نحن إذا أخذنا هذا المشروع كما ذكره السيد السوداني بنفسه عندما وضع حجر أساس مع نائب الرئيس الإيراني في هذا الصدد وكذلك ناطق باسم الحكومة، هم حملوا هذا المشروع على جانب نقل المسافرين خاصة من أجل الزيارات الدينية. ولكن الكل يعلم هكذا مشاريع أيا كانت تسميتها أيا كانت غرض من إنشائها لابد أن تخضع لقياسات دولية من حيث هل أن هذه المشروع له جدوى اقتصادية كبيرة للدولة العراقية تحقق مصالح اقتصادية ومصالح سياسية وكذلك حتى مصالح
الأمن القومي العراقي تجاه دول أخرى. عراق ليس فقط جار لإيران، عراق لديه تركيا جارة كبيرة للعراق، لديها مصالح مع تركيا، وتركيا بوابة العراق إلى أوروبا، وكذلك عراق لديها جار سعودية، سعودية تمثل عمق الإسلامي والعربي بالنسبة للعراق، لمحيط مجلس التعاون الخليجي وكذلك العمق العربي الآخر، وكذلك لدينا الأردن ودول الأخرى. إذن كل هذه الأمور لابد أن تكون هناك هذه الجدوى الاقتصادية السياسية الأمنية العلاقات الدولية تؤخذ بنظر الاعتبار، هل تحقق كل هذه الجدوى في ملفات التي ذكرتها أم لا؟ لابد أن يكون هناك الهيئة الاستشارية أو الخبراء في أمان العام لمجلس الوزراء أن يقدموا هكذا تطمينات، هكذا سياسات للشعب العراقي عبر وسائل. خلي أجيك أستاذ كاظم على بعض التطمينات اللي تفضلت عليها. طبعا الحكومة تروج لهذا المشروع كما تروج إيران بأن مشروع الربط السككي سيقتصر على نقل المسافرين، وهذا الكلام غير صحيح، استنادا إلى تصريحات من وزير النقل السابق عامر عبد الجبار وهو نائب أيضا، قال بأنه هذه المعلومات معلومات مغلوطة، لأنه بحسب الكلام الحمولة المحورية لمشروع ربط سككي لنقل المسافرين فقط يجب أن تبلغ 15 طنا فقط، في حين ما هو موجود في مشروع القرار أو في هذه الاتفاقية مع إيران الحمولة المحورية لهذا المشروع هي 25 طن، 25 طن لهذا المشروع، وبالتالي هذا مخصص لنقل البضائع. إذن هنا أولا هناك محاولة تزوير لحقيقة المشروع وتزييف لهذه المعلومات التي تنقل إلى المواطن، ثم أيضا يطرح السؤال لماذا في هذا التوقيت عندما ينشغل المواطن أو جزء من العراقيين بهذه الزيارات الدينية يتم وضع حجر الأساس؟ نعم بطبيعة الحال أستاذنا الكريم، ليس فقط العراق، المنطقة كلها منذ أكثر من عقد من الزمان، وكذلك إيران ليس هذا المشروع وليدة هذه الأيام الأخيرة، ليس هكذا الأمر، إيران تفكر في هذا المشروع منذ أكثر من عقد من الزمان، وهناك محطات متنوعة مختلفة في هذا الصدد. إيران مثلا على سبيل المثال في زيارة الرئيس الروحاني إلى بغداد في 21 2020، يعني 21 وقع هكذا اتفاقية حتى في زمن سيد الكاظمي. إذا هذه الأمور هي مراحل، نحن في جانب السياسي، أنا الآن أتحدث في جانبها التاريخي وما صاحبه من مراحل السياسية. إيران ما تفكر به غير ما تفكر به الحكومة العراقية الحالية عندما تصرح أن هذه الأمور سوف تكون فقط إلى نقل المسافرين أو عتبات الزيارات إلى ما شاكل ذلك، ولكن إيران في كل عقد من الزمان كانت تصرح ولديها استراتيجيات في هذا المشروع، وهو ربط إيران بالعراق ثم سوريا إلى ميناء اللاذقية وانطلاقا إلى الغرب، وحتى هم يسمون هذا المشروع بشرق غرب، شرق غرب وليس طريق التنمية. هذه في مراحل التاريخية. المرحلة الحالية إيران وغير إيران، دول كثيرة لديهم مشاريع استراتيجية من حيث ربط آسيا بأوروبا، يعني غرب مع الشرق، خاصة العراق. هناك أجندات كثيرة، هناك بعض الدول مؤخرا سعت وتسعى كالسعودية والإمارات وبعض الدول الخليجية، حتى أن العراق أصبح خارج هذه المشروع إذا تعنت أو أصبح هناك يعني عدم إقدام مع الدول العربية في هذا المشروع. وكذلك تركيا كذلك هي تحاول ولديها علاقات ولديها تنسيقات واتفاقيات مع الدول الخليجية كإمارات والسعودية
من أجل ربط هذا المشروع طريق التنمية وحتى طريق الصيني الحرير، مشروع الصيني الحرير، كلها مرتبط بالعراق، وتركيا طيب. تحاول أن يكون العراق جزء من هذه المحور. أرجع لحضرتك، أرجع لحضرتك بعد لحظات أستاذ كاظم لكي لا تنقطع الأفكار بنصف دقيقة. إيران في كل هذه المشاريع أحست أنها خارج اللعبة الاقتصادية والسياسية والأمنية. هذا المشروع اليوم حتى وإن خسرت بعض الأموال في هذا الطريق يريد أن يدفع أو يرسل رسائل إلى تركيا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الدول العربية أنها تستطيع لعب في هذه المجال، فهي وكأنه بحكم سيطرتها على من يحكمون العراق، يعني سياسيا وكذلك جيوسياسي. عراق مع إيران لدينا حدود مشتركة ومصالح مشتركة، لكن أن التأثير أستاذ كاظم، التأثير على القرار السياسي هو الذي لعب الدور الأهم في عملية وضع حجر الأساس للربط السككي مع إيران. سنأتي بعد قليل مع حضرتك لنقاش قضية طريق التنمية ومدى التأثيرات التي ستنعكس سلبا طبعا على العراق، بس خلونا نسمع الآن مشاهدينا الكرام رأي السيد أحمد من ألمانيا. تفضل يا أحمد، حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. تحية لجنابك للأخوة المستمعين والمشاهدين الكرام. حياك. اللي أريد أقوله بأنه الأخ اللي يتكلم قبلي حقيقة كلامه منطق ومعقول جدا، وهو الربط السككي اللي صار ما بين إيران والعراق هو محاولة من إيران لتطويق أي خطة أمريكية أو صينية لتجاوز إيران العراق سوريا. لأن أي خطة، يعني ربط الصين بباكستان وربطها بالقطار الخليج العربي ومن ثم إلى مصر أو إلى البحر المتوسط، هذا ربط بحري موجود. ربط بحري ممكن على جنوب شبه الجزيرة العربية وعلى البحر الأحمر وعلى قناة السويس، ولكن في حالة محاولة ربطهم بشبكة سكك برية يجب أن تمر هذه السكك بالعراق وبسوريا وبإيران لكي ترتبط بآسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا ومن ثم إلى أوروبا. إيران بحكم تسلطها على القرار السياسي في العراق والقرار السياسي في سوريا وضعت هذا البلوك الجغرافي كحجر عثرة في طريق تنفيذ أي مخطط ربط سككي آخر مستحيل يكون بدون المرور بهذا. ومن خلال هذا المخطط، من خلال هذا البلوك، ممكن أن تفرض إرادتها السياسية وضرورة إشراكها في البرامج التنموية المتواجدة في المنطقة، وبالنتيجة كسر العزلة السياسية والاقتصادية المفروض عليها. الربط السككي مع إيران لمصلحة إيران بكل ما تعني الكلمة. هل سيعود أي نفع على العراق من هذا المشروع من وجهة نظرك؟ لا أخي، أخي لا يوجد شيء بدون نفع، ولكن قل هل هناك مشروع أكثر نفع للعراق؟ أكيد هو هذا أقل المشاريع نفعا للعراق. ممكن أنه يكون الربط السككي ما بين على فكرة سيد أحمد، العراق بهكذا خطة حيكون عبارة عن ممر فقط لا أكثر ولا أقل. نعم. على العكس لما يكون عندك ميناء الفاو اللي اتساعتها حتكون أنت صاحب الميناء وأنت اللي تأخذ أجرة السفن التي ترسو، وأنت تصبح شبكة ترانزيت تأخذ البضائع وتنقلها، أيضا ستكون المنافع أكبر بكثير من مجرد كونك خط ربط سككي ناقل للبضائع الإيرانية. أخي أحسنت. الفكرة الأمثل هي جعل ميناء الفاو منطقة تجارية حرة ومنطقة تخزين للبضائع الشركات العالمية ونقلها من خلال سكة حديد تمر من جنوب العراق إلى شماله وربطها بتركيا أو باللاذقية بسوريا، فهذا أفضل سبيل. أما أشكرك سيد أحمد، أعتذر منك طبعا لأن الوقت يداهمنا. خلونا نستمع مشاهدينا الكرام إلى رأي بعض المواطنين العراقيين في الداخل العراقي، رأيهم بشأن قضية الربط السككي هذا المشروع، هل يرون أن هناك أي فائدة ستعود على العراق، ومن المستفيد الحقيقي من هكذا مشروع؟ لنستمع ثم نعود. كان هو مع البضائع وينقل بضائع يعني من الصين ويجيب لنا إياها، يعني هذا طريق الحرير، ليش لا؟ فهو ممتاز. بس إذا كان لا والله لتسهيل أمور يعني
يعني فائدة فقط للإيران، لا والله إحنا عندنا فوق، هو أهم شيء، أهم من يعني هذا ليش بيربطوا مباشرة بين خانقين وبغداد؟ ليش إلا بالجنوب؟ يعني إحنا بالجنوب عندنا هذا خط الحريري، وعندنا هذا المشروع مال فاو إلى تركيا، يعني هذا عندنا، هذا أهم شيء. ويجوز أيضا إذا يصير مال بضائع، ليش لا، بيها فائدة للطرفين. بس إذا كان فقط للبضاعة الإيرانية، لا، مو مصالح العراق، فإحنا يعني عندنا وجهة نظر. والله هذا السؤال هو صحيح، أنا سمعته بكتها قال هذا فشي كلش خطر يعني. فالظاهر يعني أكو ضغوطات عليه، وأنه بعد ما كان هو وزير ليس كما هو الآن رئيس وزراء، فهو يعني مثل ما نقول يعني يشوف المصلحة ما شفت بها يعني تناقض، يعني حقيقة تناقض بين كلام السيد رئيس الوزراء محمد الشجاع السوداني، تناقض يعني كامل. بس هو يعني ما أدري، خلي هو يجاوب يطلع بالصحافة، يطلع بالتلفزيون يجاوب، يقول أنا قلت هيك وبعدين صرت أنا جاوبت هيك، ليش؟ فهذا الظاهر يعني مثل ما نقول، ما نريد نقول هناك ضغطوا عليه وقالوا له مشيها، ومن تعرف يعني هي محاصصة، وكل من قال له سوي هاي اللي يشوفه مناسب. يعني هو الخط يربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراقية، يمتد إلى أوروبا. هذا الخط بفوائد بمضار، فوائد أنه سرعة النقل بضائع من إيران ومن آسيا إلى أوروبا، رح يقلل من الخسائر أو كلفة النقل. بس عدم الفائدة أنه رح نخسر من ميناء الفاو، لأن معظم السفن ما رح توصل هناك، فعندنا خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي. هاي أهم شيء النقطة هنا عندنا. قبل الحكومة نكر ما رفض هالشيء، قال خسارة، هسه رجع، هاي قضايا سياسية أنا أعتقدها، ضغط من بقية الدول لأسباب أما سياسية وأكثر شيء اقتصادية، وبالأخرى هو عزل العراق خاصة ما يخص دول الخليج، ما يريدون العراق يسيطر على هذا الخط الرئيسي المهم. مشاهدينا الكرام، استمعتم إلى حديث بعض المواطنين. نعود للأستاذ كاظم ياور مرة ثانية. أستاذ كاظم، بس خلي نوضح بسرعة شديدة قضية طريق التنمية للمواطن اللي أو المشاهد الكريم اللي ما عنده اطلاع كامل على هذا الموضوع. هو باختصار، حضرتك أكيد تعرف، مشاهدينا الكرام، باختصار موضوع طريق التنمية هو مشروع يتم عن طريق ربط بري سككي ما بين أوروبا، تركيا، العراق، عن طريق أيضا ميناء الفاو يتم الربط مع بقية شرق آسيا، وأيضا تستفاد دول الخليج العربي بهذا الربط حتى تكون هي سهلة بنقل بضائعها أو استيراد البضائع من أوروبا عن طريق طبعا هذه الحدود. في ظل وجود ميناء فاو أو مشروع هذا الميناء المعطل من 13 سنة، الموانئ الإيرانية جاهزة وتعمل، وبالتالي استفادتها بأن يتم وضع أو إنشاء طريق الربط السككي معها ومع العراق بأسرع ما يمكن، حتى تبدأ هي تسيطر على هذا المشروع، وبدل ما يكون المنفعة تعود إلى العراق عن طريق الاستفادة من فكرة طريق التنمية، لا، حتكون موجهة الاستفادة كاملة إلى إيران، لأن هي أم المنافذ البرية أو البحرية، تمام، الموانئ، والربط السككي حيكون معها، وهي اللي حتكون واصلة إلى تركيا وإلى سوريا وغيرها عن طريق طبعا العراق اللي حيصبح ممر فقط. يعني هذا باختصار شديد أستاذ كاظم. طيب 13 سنة، ألا توحي بأن هناك مؤامرة أحاكتها حكومة المالكي ونفذتها الحكومات السابقة بتعطيل مشروع ميناء الفاو؟ يعني بالنسبة حكومات العراقية المتعاقبة، قسم منها عملت على إنشاء هذا الميناء، ولكن أسباب، بعضها قالوا أنها أسباب اقتصادية، العراق لم تكن تملك أموال كافية، ومنها أن أجندات دولية لبعض الدول يعني جيران العراق لديهم مشاريع مماثلة لا يستسيغون أن يكون للعراق كذلك مثل هكذا مشاريع. يعني هناك أمور عديدة صراحة اليوم في كل العالم، حتى الدول الكبيرة
كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والدول الإقليمية كإيران وتركيا، الكل لا يبحث عن يكون لديه مشروع كامل له 100%. لا توجد هكذا أمور، هناك شراكات، هناك شراكات. فاللاعب السياسي العراقي لابد أن يفكر في مصالح الشعب العراقي أولا في الشراكات. نحن الآن يعني كدولة العراقية لسنا دولة إقليمية محورية نستطيع أن يعني نلعب في الساحة مثل ما نريد. نحن يعني مكبلين في بعض الأمور الاقتصادية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لدينا مشاكل سياسية مكبلين تجاه إيران، ولدينا مشاكل اقتصادية مع الجار الكويت وكذلك بعض الدول الخليجية، ولدينا بعض الأزمات ربما أمنية ومياه مع جار التركية. ما السبب في هكذا أزمات؟ من السبب في تصعيد؟ ما أريد قوله أن الحكومات العراقية الحالية لابد أن تكون لديها سياسات يعني تستطيع أن تتعامل مع كل هذه الملفات التي ذكرتها، وإلا تكون يعني لقمة سائغة من بعض الأجندات والمشاريع يعني التي خلينا نكون واضحين عليها. أستاذ كاظم، ألسنا الآن لقمة سائغة بفم الجميع؟ أليست جميع دول المنطقة الصغيرة والكبيرة صعدت على أكتاف العراق؟ يعني نحن لقمة صح يعني شهية وكبيرة، الكل يريد أن يستسيغها ويأخذها ويأكلها، ولكن يعني لدينا بعض المقومات، بعض العوامل ممكن يعني أن نلعب في هذه الأمور. اليوم الكل يبحث عن طريق التنمية أيا كانت تسميتها، هي التنمية، سواء كان مشروع التركي خليجي أو مشروع الصيني التركي أوروبي حتى الولايات المتحدة الأمريكية، الكل يبحث عن العراق. أين العراق؟ عراق أين في هذه المعادلة؟ لابد أن يكون لدينا، لا أقول أننا نفرض سياساتنا على الآخرين، فقط أن يكون لدينا يعني رقم بارز ما بين هذه الدول في هذه المشاريع. سيد كاظم، طبعا التقارير أو المقالات أيضا التي تأتي من مختصين متابعين للشأن في العراق يقولون بأن طريق التنمية حقيقة هو لتنمية إيران، لتقوية إيران، لتطوير الاقتصاد الإيراني، لأنه ما سيلمس الآن على أرض الواقع، أنت بلا ميناء، ودمرت فكرة ميناء الفاو بسبب أنه أولا 13 سنة أنت ما عندك إياه، شغلة ثانية أنه بوضع حجر الأساس للربط السككي أنت أطلقت رصاصة الرحمة كما سماها عمرو عبد الجبار على قضية ميناء الفاو. إيران ستستفيد بحكم لديها الميناء، موانئها جاهزة وتعمل، وسيتم الربط السككي معها. الطامة الكبرى أين؟ العراق سيتكفل بكافة مصاريف إنشاء السكة الحديدية، لأنه المشروع بالاتفاقية كل دولة تبني الجزء الخاص فيها، العراق يمتلك الجزء الأكبر فسيدفع أكثر، ثم سيدفع تكاليف إنشاء الخط الإيراني من الديون الإيرانية الموجودة في البنوك العراقية. يعني العراق هو اللي سيتكفل بها بطبيعة الحال. الحكومة العراقية في بيانها تذكر أن هذا الطريق هي لنقل المسافرين، يعني لا تصل إلى سوريا وإلى آخره، ولكن هناك محاذير من السياسيين من بعض الدول أن إيران في السابق لديها هكذا مشاريع ربط العراق مع سوريا، وهناك مشاريع حاليا مثل يعني توقف صادرات النفط العراقية عبر جيهان التركي، ومحاولة أن يكون هناك خط بديل إلى بانياز السوري. كل هذه العوامل مجتمعة يعطينا قراءات سياسية استراتيجية أن هناك في المنطقة محاولات لجعل العراق ممر عازل
عن الطرق التنمية الأخرى فقط أن يكون هناك في هذه الدوامة أو في هذا الطريق الإيراني عراقي سوري ثم ربطها مع يعني مصالح روسية والصينية. فهذه الاستراتيجيات جدا خطيرة. عراق ليس اليوم يعني لديها قدرات هائلة تستطيع أن تقاوم يعني أجندات ومصالح اقتصادية لدول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية لديها تواجد في سوريا وكذلك تركيا تربطنا معها مصالح طيب. اقتصادية جدا كبيرة وقضية مياه وقضية الأمن الحدود يعني مصالح جدا كبيرة. تركيا لا يمكن أن تستغني عن هذه الطريق التنمية ويعني تركيا لن تتضرر. سيد كاظم تركيا لن تتضرر من هذا المشروع لأنها في النهاية هي نقطة اتصال ستتصل مع العراق تتصل مع إيران ليس مهم بالنهاية المشروع قائم لكن نحن نتكلم عن أستاذ نعم لربما أنا تحدثت عن طريق الربط السككي إيران عراق سوريا يعني اللاذقية فتركيا سوف تنعزل في هذه هذا الطريق. حضرتك تحدثت عن طريق التنمية طريق العراقي التركي الخليجي بالضبط. هذا هو نحن اليوم صح الحكومة العراقية أعطت تطمين أن هذا الطريق فقط هي لنقل المسافرين ولكن المستقبل المتوسط المدى سوف لربما يعني قد تحدث في أمور في الخليج العربي مشاكل مع إيران تستطيع إيران أن تسد هذه الطرق الخليجية العراقية فيبقى عراق مجبورا أن يكون أن ينضم إلى هذا الطريق التي ذكرتها. فإذا هناك استراتيجيات يفكر بها هكذا الدول خاصة روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية يعني يبحثون عن البدائل في المنطقة. البدائل ليست لصالح العراق فلا بد أن يكون لدينا يعني وضوح في السياسات أو العلاقات الدولية. سأعود لحضرتك بعد لحظات أستاذ كاظم إذا تسمح لي. خلونا نستمع لرأي سيد أبو زينب من النجف مشاهدينا الكرام. تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اولا هاي يقول عليها التكاليف مال انه جزء من ديون ايران على العراق. شو هي الديون اللي على العراق لما الحرب العراقيه الايرانيه هم اللي بداوا الحرب مال غاز مال غاز مال غاز والكهرباء وغيرها هذه الديون المشتركه طهم وطلعوا كلهم وزير النفط وزير الكهرباء قالوا طلع هاي وانتهت الشغله موجوده في التي بي اي بس بعدها ما متحوله يا سيد ابو سيد لا يا ابو معوض طهم بس اسمح لي استاذ ثانيا اين الطائرات التي اودعها صدام حسين عند ايران مرات تصير الحرب العراقيه الاخيره مع 2003 ويا امريكا جميع الطائرات العسكريه والهليكوبترات وطائرات النقل الخاص باعمال المسافرين والسياحيه والتجاريه واين البوارج العسكريه البحريه بس يعني لا توسع الفكره ابو زينب لو سمحت خلينا بس هي هاي لفتها ايران يقول لك هذا جزء من تعويضاتنا ثانيا لماذا في هذا الوقت بالتحديد ان يسوون اتفاق ودائما السياسه الانبطاحيه تبدا من العراق المفروض ان يكون الربط السككي من ميناء الفاو الى ميناء طرطوس على سؤال سريع ابو زينب سؤال سريع لما محمد الشيع السوداني كان يحذر من الربط السككي رجل كان نائب او كان مسؤول في الدوله لكن على مستوى محدود لكن لما يكون صاحب الصلاحيات وصاحب السلطه شبه المطلقة خلينا نقول تمام وصاحب السلطة التنفيذية وهو صاحب فكرة أو صاحب شعار أنه هذا المشروع سيضرب الاقتصاد العراقي ليش ما استغل هذه الإمكانيات وهذا النفوذ والسلطة والمنصب أنه يصر على عدم تنفيذ هذا المشروع عزيزي لولا كلهم هم جارتهم إيران هذول كلهم مسيرين غير مخيرين ما عندهم اي قرار والا شو تفسر انت
بس يعين الرئيس الوزراء ثاني يوم يروح يقابل رئيس مصلحة النظام الإيراني. نعم. شنو علاقتهم بنا؟ احنا تابعين لهم، بس احنا ربعنا جبناء طراطير، بس قدرتهم علينا وخاصة على الشيعة، على الشعب العراقي ان يثور من زاخو الى الفاو لإحباط هذه المؤامرة الكبرى. والسلام عليكم. عليكم السلام، شكرا جزيلا سيد ابو زينب. خلونا نسمع مشاهدينا الكرام سريعا اراء مواطنين عراقيين اخرين بشان قضية طريق التنمية ومن المستفيد الحقيقي منه. أنا حسب الكلام أنه هذا المشروع مو مصالح العراق، مصالح جارة إيران. زين، لأنه حاليا ما أكون مشروع بالعراق لصالح العراقيين إلا قليل يعني، إلا قليل يعني. سبحان الله البلد هذا خيراته يعني، البلد ما مستفاد، شعب ما مستفاد يعني. غير أي والله يعني. أنت تفحص البلد خاصة الحكومة عليها ضغوطات، ضغوطات أمريكية إيرانية يعني، من الجوار منا ومنا يعني. الحمد لله والشكر، عسى يكون خير ان شاء الله. والله ربط ما يمكن خساره للعراق، يعتبر راح تجي بضائع من ايران تدخل للعراق تعبر خارج العراق، مستفاد الواحد من وين؟ ايران. خسران من وين؟ العراق. راح يبني سكك حديد على نفخته خاصه بفلوسه، قطارات من عنده. ايران بس شغلتها تشيل المواد تعبر للعراق، بعد يؤثر على مشروع الفاو. فما ادري بعد الحكومه شلون بيصير. هو قبل فتره ونفسه رئيس الوزراء قبل ما يصير قال هذا فاشل وما يخدم العراق وخطوره بي على العراق وعلى اقتصاد العراق. ما صار رئيس الوزراء تغيرت هذه، ونشوف احنا بعد جزوه يعرف احسن عندنا. والله مشروع الفاو انباع، وتعرف منو باعه بعد؟ جناط. وهسه مجلس النواب الكويتي يعترض على اسماء اللي اخذت فلوس وراح يعلنها. قال اذا يصير مشروع الفاو نعلن الاسماء والفلوس اللي اخذوها. والله هذا المشروع انا برايي مشروع فاشل، لان اول شيء تكلفه هذا المشروع من صرحوا عليه يكلف 17 مليار. زين انت هذا 17 مليار احسن ما تسويها وتذبها لايران، لان انت كل شيء ما تستفاد من المشروع. اذا ايران تريد تصدر بضائع حتصدر بضاعة عن طريق هذا المشروع، تنقل هذا المشروع عن طريق السكك الغير دول، يعني تجي تمر ببغداد ومن بغداد تطلع الغير دول، وانت ما مستفاد والتكلفة كلها عليك. حسين كان يحذر من عنده، كان ما مستلم المنصب، ما كان مثل ما يقول تبعية إيرانية مثل هسه. هسه وصل المركز صار رئيس وزراء، ما يقدر يخالف ان يطلع يطلعوه من المنصب، يعني يطلع من المنصب على اساس هذا الجواب. لو يقول لا لو يقول لي، فقال لي هي طبعا ومرحب بي وتكاليفه علينا وكلش مرحب بهذا الموضوع. ليش دي يسوي هيك العراق؟ العراق لان دي يتصرف تصرفات مو بايده. احنا حكومه يعني مثل ما يقول ما عندنا، عندنا مجرد انه رؤوس تديرها ايران تديرها غير دول. فهذا دي يقولوا له سوي هيك، هذا المشروع يفيدنا لمصلحتنا، فعادي كلش طبيعي عنده انه يضحي بمشروع الفاو يضحي بغير مشروع. المهم انه اللي مطلوب من عنده دينا ننفذ لا اكثر ولا اقل. طبعا اكيد هو العدل من اللي له دخل، هي مصالحهم ودي يلعبون على مصالحهم، وهذا مو هسه، هذا تقدر تقول من زمن 2003 ولحد هذا اليوم. زين دي يلعبون على هاي المصالح ويردون مصالحهم بالدرجه الاساسيه، ولا وش يستفاد من هذا المشروع العراق؟ شو سواني بالخطوط بيني وبين ايران؟ والله هو قبل كان رافضها، هو قبل ما يصير رئيس وزراء محمد الشاعر السوداني كان رافضها. هسه رجع سوالي انا، هسه ايران تحكمك، يعني بدي احكي لك باختصار انه 1+1=2، هو ايران تحكمك وايران هي فارضه السكك، المصلحه لايران، احنا ما راح نستفاد شيء، احنا عمرنا ما استفادينا شيء من ايران، قضينا عمرنا حروب وهسه هم محتلينه وهم يتحكمون بسعر الدولار ويتحكمون بالبضائع، وثلاث ارباع البضائع الموجوده هي ايرانيين، خدمه ايران. والله اذا هاي بهاي الهاي اللي راح نضحي بمشروع الفاو، احنا مشروع الفاو عندنا اهم من هذا المشروع، لان مشروع الفاو راح يفتحك على الخليج، يعني تقريبا راح يفتحك على اوروبا، قمه التطور هو من هناك انت من الخليج، انت جابك على ايران هناك احسن لك، بس شو تسوي يعني؟ اي نبوذ الايرانيين هم اللي يتحكمون بهذا الموضوع، هم عوض من علاقتهم بايران هم اللي يتحكمون بالموضوع، احنا كل شيء ما راح نستفاد، كشعب ما نستفاد كل شيء، المواطن الشعب الفرد العراقي الى الله. الحل ها؟ الحلقة قبل هو احنا بدينا احنا اساسا كل الشعب متذمر من ايران بصراحة، كل الشعب متأذي من ايران، لان ايران مدمرة، هي تتحكم بكل شيء، تتحكم بكل شيء، بالماء بالكهرباء بكل شيء،
هسه غاز احنا مو كان نعطيهم غاز مال نبض، من نعطيهم نبض خام حتى يعطونا نبض. هذول شو وقت يفكرون مصلحه العراق؟ صح ولا مو صح؟ استاذ كاظم، يعني بس حتى نراجع انا وحضرتك سريعا، ذكرت قبل شويه حضرتك بانه حتى لا يكون اكو يعني سوء فهم ايضا وخلط بالمعلومات، انه الربط السكك اللي ايران تسعى الى هو حيكون عن طريق العراق ذهابا الى سوريا مرورا بالبوكمال ودير الزور وصولا الى ميناء اللاذقيه، تمام؟ لكن ايضا هذا لا يمنع ان تستفيد ايران من ربط مع تركيا يوصلها باوروبا عن طريق ايضا باعتبار انه موانئها موجوده والشرق بحاجه الى الوصول الى اوروبا بطريقه اسرع من البحر عن طريق طبعا الربط السككي وغيره. قد يكون ربط مباشر ايراني تركي، قد يكون عن طريق العراق، لكن كفائده فعليه كما قلنا العراق لن يستفيد بشكل كبير طالما فرط بمشروع كميناء الفاو. طيب ما الاضرار الاقتصاديه التي قد تقع على العراق فيما لو، طبعا هم الان وضعوا حجر الاساس وسيبدا المشروع، فيما لو خلص بدا المشروع بالعمل وبدأت القاطرات والمقطورات بالسير على هذه السكك وتم تنفيذ الخطة الإيرانية التي تسعى عليها، ما الضرر الذي سيعود على العراق؟ يعني هنا لابد أن حكومة العراقية نبين وجهة نظر الحكومة العراقية عندما تقول أن هذه فقط لنقل المسافرين. حتى على هذه الجزئية الاقتصاديون خبراء اقتصاد نحن يعني نراقب أقوالهم، يقولون أنه لا توجد هناك جذوة اقتصادية في نقل المسافرين لزيارات وإلى آخره، لأن يعني حتى الزيارات الدينية يعني ليست هي مثل الحج في السعودية أو عمرة إلى آخره، هي مواسم محددة وليست هي لا فريضة دينية ولا هي مجرد حركة اختيارية لربما ومبالغها رمزية للإيرانيين ومبالغ رمزية وأكثر الذين يأتون إلى هذه الزيارات يعني لا يدفعون مبالغ باهظة أو هم كذلك، خاصة الزيارات يعني أربعينية الحسينية أو إلى البركة مهل الكرم والجود. نعم يعني العراقيون هم بالمخيمات يتحملون مصاريف هكذا الأمور، إذا لا توجد هناك جدوى اقتصادية كبيرة أو معقولة إذا كانت في هذا الجانب لا للعراق ولا للإيران في هذه المرحلة، ولكن كما ذكرت لربما هناك سياسات إيران لا تخفي هكذا سياسات ومن حقها هي تريد أن تنمي مصالحها الاقتصادية وهي تمر بظروف جدا قاسية في هذه المرحلة، تعتبره نوع من أنواع الالتفاف على العقوبات ولا تستطيع هي في مراحل السياسية أكيد هي تريد عزل هذه الخط عن العقوبات الأمريكية. العراق وسوريا سوف البضائع التي تمر من الإيران أو تأتي من الإيران إلى العراق إلى سوريا وحتى لحلفائها في روسيا ودول أخرى هي تحافظ على هذه الخط، إذا هذا الخط بفعل السياسة الدولية استراتيجيات الروسية والصينية والإيرانية سوف تفرض على العراق وتنجبر العراق مستقبلا. هنا نقطة تدفعنا إلى سؤال مهم أستاذ كاظم، الولايات المتحدة أين هي من هذا الغطاء الصيني لإيران في سبيل تنفيذ المشروع، من هذا التوغل الروسي خاصة في ظل كسب حلفاء إيران؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا يخفى على الجميع التحركات الأخيرة على الحدود العراقية السورية كانت هي جزء من هذه الرسائل في المنطقة للعراق وإيران وكذلك روسيا والصين أنها لا تسمح بأن تكون هناك خط استراتيجي لمصالح لهذه الدول دون أن تكون للولايات المتحدة الأمريكية مصالح في المنطقة، ووجود الأمريكان في هذه المناطق الحدودية العراقية السورية لا تسمح بهذا الأمر، فإيران هي الولايات المتحدة الأمريكية تعلم علم اليقين أن هذه الخط أو هذا المشروع سوف لن تنجز في مدى القريب، ما هي إلا رسائل محلية إقليمية أن للإيران أن تكون
في مشاريعنا الكبيرة حصة معينة تعطى لها إما بدائل في الخليج العربي أو بدائل في العراق تضمن مصلحتها. أما هذا الطريق عندما نقول نقل المسافرين هذا مجرد دخول للمعمعة الكبيرة وليست اقتصار على هذا الأمر المعين، ولكن العراق لابد أن لا يكون الخاسر في الاستراتيجيات الكبيرة كما ذكرت. لابد أن يتحول، لأن هذا الطريق صح أن العراق يعلن أنها لنقل المسافرين، ولكن الدول الأخرى كالسعودية والإمارات وتركيا لا يتلقون رسائل أخرى من هذا الطريق. رسائل استراتيجية أن إيران. إذا باختصار أستاذ كاظم، المستفيد إيران والخاسر هو العراق يعني بشكل كبير جدا وواضح في منظور السياسات الاستراتيجية. نعم هذا هو المفهوم. ولكن نأمل من الحكومة العراقية والبرلمان العراقي أن يأخذ بآراء الخبراء والنواب من الشعب العراقي. 20 سنة ما أخذوا بآراء خبراء، حيأخذون هسه أستاذ كاظم؟ نحن كباحثين ومراقبين ليس لدينا إلا رؤى سياسية نطرحها وندافع عنها لمصلحة الإبادة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كاظم ياور، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.